يا نادية، عندك وقت تقدري تشتري كل اللي انت عاوزاه وتقابلي صحابك في النادي. متجوزه وعندك ولاد وتقدري تعملي كل ده؟ لا ده انت محظوظه. يا ساميه يا حبيبتي، المساله مش مساله حظ، المساله مساله تفكير، ذكاء، تخطيط. انا مش فاهمه. افهمك، انا مشكلتي الوحيده كانت ان جوزي بيفضل طول النهار في شغله، يرجع من شغله يتغدى وينام شويه، يصحى من النوم يلبس هدومه وينزل جري على اصحابه ومعارفه ويقضوا سهره رجالي مع بعض. مين بقى اللي كانت متدبسه مع العيال طول الوقت في البيت؟ انتي طبعا. تمام، قلت بقى لازم افكر في طريقه تخليه يرجع من شغله ما ينزلش من البيت، يفضل مربوط في البيت وما يخرجش. يبقى اكيد جهزتي له قعده عشان يعزم اصحابه بدل ما يروح له. ايه ده، مين دي اللي تخليه يجيب صحابه البيت وافضل انا بقى شغاله خدامه تحت امرهم؟ شاي، قهوه، حاجه ساقعه، شيبس، والبيت يتقلب كوفي شوب؟ لا طبعا كده، لا العيال هيذاكروا ولا انا هرتاح. عندك حق. امال عملت ايه يا نادي؟ قلت لازم افكر في هوايه تخليه مربوط في البيت ما ينزلش ابدا. هوايه ايه يا اختي اللي هتربط الراجل في البيت؟ هيغسل ولا يطبخ ولا يشتغل تريكو؟ يعني جبت دش، فكره، قنوات كتير يقعد يتفرج وينسى الوقت. وحياتك ولا حوق فيه، قاعد قدامه ساعتين ثلاثه وبعدين راح لابس هدومه ونازل تاني على اصحابه برضه. لحد ما جه يوم ولد من اصحاب ابني جه يزوره في البيت، قعدوا يتكلموا شويه عن الكمبيوتر ويتناقشوا في مساله وقفت قصادهم. قام الولد راح يسال ابوه، عادي ما هو دايما بيساله في دروسه. المهم ابوه معرفش يجاوب، تنح. قام الولد المفعوص قال له ايه ده ايه ده ايه ده، انا هروح اسال حد بيفهم. ومن ساعتها، من ساعتها ايه يا نادي؟ طلعت في دماغ جوزي لازم اتعلم كمبيوتر. يعني ايه الواد يروح يسال حد بيفهم؟ لا لازم اتعلم. ايوه كده لقيتها، هي دي صح، لقيتها. الو، ايوه بقى لقيت الحل يا حبيبي. انت فين؟ لا 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 سيبك من الكلام ده، انت تروح شغل الكمبيوتر وانا اول ما اروح هخش على الانترنت واشرح لك الحل. يا عم مش هتأخر، مراتي زمانها جاية وهروح وأكلمك على طول. يلا سلام، باي باي. عليا النعم، عبقري عبقري. اتفضل يا نادية. ميرسي يا بابا. انت بتتكلمي جد يا نادية؟ اه والله، راح أقدم في مركز تعليم كمبيوتر وبعد شهر لقيته راجع البيت وشايل جهاز كمبيوتر. اشتراه؟ اشتراه طبعا، وراح دافع مبلغ محترم. انا بصراحه في الاول اتنرفزت، بس قعدت فكرت كده مع نفسي لقيت ان المبلغ اللي دفعه ده ما يجيش حاجه جنب اللي كان بيصرفه بره مع اصحابه. المهم بقى يرجع من الشغل على الكمبيوتر، يخلص كمبيوتر عن نوم عدل. للدرجه دي واكتر؟ ده طلع ان الكمبيوتر ده عالم تاني خالص، برامج ومعلومات والعاب. العاب؟ الظاهر عليه انه وهو صغير كان مقضيها مذاكره على طول، ما كانش بيلعب، طلع كل همه بقى في الكمبيوتر. والاحسن من كده انه بقى يقضي وقت كبير قوي مع ابننا، يعني بقوا زي الاصحاب، طول الوقت بيتكلموا عن الكمبيوتر. ها ايه اخبار البرامج الجديده؟ ايه اخبار الالعاب؟ ها يا بابا هنقعد النهارده على الانترنت؟ بقت حياتنا في البيت كلها عن الكمبيوتر، شله اصحابه القديمه دي اختفت تماما. غريب، هو ما جاش ليه؟ انت مش قلت له يحصلنا؟ والله قلت له بس مش هيحصلنا. تلاقيه يا ستي قاعد دلوقتي مع اللابتوب في العربيه، والله لو سبناه 10 ساعات مش هيزهق. وحضرتك بقى مشترك في الانترنت ولا لا؟ طبعا مشترك، وليه اصحاب كمان في امريكا وفي انجلترا وبراسلهم وببعت لهم ايميلات، بس المشكله ان الكلام ده على كمبيوتر البيت بس، عشان الكمبيوتر ده ملوش وصل التليفون. خلاص يا ما ممكن توصل الكمبيوتر ده على الموبايل وتدخل على النت حتى لو انت في الشارع. انت بتتكلم بجد؟ طبعا بتكلم جد. وريني كده الموبايل بتاعك. ده الكابل اللي ممكن توصل بيه، اشتري واحد زيه وركبه. طب ما تخليك جدع بقى وتديني الكابل ده وتروح تشتري لك انت واحد تاني. ماشي يا سيدي، هات 50 جنيه تمن السلك والتركيب كمان. ده انت عبقري، 50 جنيه بس؟ ماشي. بص يا معلم، الساعة دلوقتي 9، مسافة السكة ان شاء الله اكون عندكم على طول. مين بقى يا سيدي اللي عايز يتحداني؟ اربع تنفار مره واحده ولا يهمني يا ابني،
يا ابني ده انا ملك الشطرنج، ان شاء الله يكونوا 10 انفار اقعدهم كلهم جنب بعضيهم وهم غلمهم على طول. خلاص جهزوا انتوا بس كل حاجه وانا مسافه السكه اكون عندكم. يلا سلام. وارجع الاقيك لابس ومتشيك وهتخرج. وفيها ايه يعني؟ ما عادي عادي. ما هي عادي دي اللي هتجنني. هو انت متجوزني عشان ايه؟ ترجع تتغدى وتنام وتخرج ما ترجعش غير نص الليل؟ اللي يسمع نص الليل دي يقول ان انا ببقى في حته وحشه. ما انت عارفه كويس قوي ان انا مع الشله بنلعب شطرنج. يا دي الشطرنج، يا دي الشطرنج. هو كل يوم كل يوم ما بتزهقش يا محمود؟ هو انا ايه؟ انكتب عليا اقعد بين اربع حيطان لحد ما جنبك ترجع؟ وانت يا ستي ايه اللي قاعدك بين اربع حيطان؟ ما انت عندك الشقه ما شاء الله فيها 18 حيطه، وبعدين تستنيني ليه؟ عندك التلفزيون والفيديو والدش، غير كده ممكن تتعلمي هوايه هايله، في كتب طبيخ بقى ممكن كل يوم تتعلمي طبخه جديده. وايه لزوم الجواز يا محمود؟ ما كنت قعدت في بيت اهلي معززه مكرمه، اتفرج بقى على التلفزيون او الدش او جيب كتب اتعلم طبيخ، لا اهتم بحد ولا حد يهتم بيا، ويا دار ما دخلك شر. لا تفرق يا ماما تفرق، انت هنا في بيتك ملكة هذا البيت، انت براحتك في بيتك بقى، ما تهتميش بأي حاجة في الدنيا غير بيتك وجوزك. واللي اهتم بيه لازم هو كمان يهتم بيا. الجواز يا محمود زي ما بيقولوا شركة، شركة في كل حاجة. أنا عارف كويس قوي إن الجواز شركة، وأنت يا ستي رئيسة مجلس إدارة الشركة دي. ده أنت يا محمود كأنك ما اتجوزتش، كأنك لسه عايش في بيت أبوك وأمك. ده احنا واحنا مخطوبين كنا بنشوف بعض أكتر من كده، واليوم اللي ما كنتش تشوفني فيه تكلمني في التليفون 100 مرة. فاكر كان في واحد يقول لي ايه؟ اليوم اللي ما اشوفكيش فيه ما يتحسبش من عمري. ايه اللي اتغير يا محمود؟ ايه اللي اختلف يا ستي؟ اللي اختلف ببساطه خالص ان احنا اتجوزنا. ده انت مش عايز زوجه او حبيبه، انت عايز خدامه تطبخ لك وتغسل لك وتعمل لك كل حاجه. سامي يا حبيبتي، انا لو عايز خدامه كنت جبت خدامه، بالعكس انا عايز زوجه وزوجه جميله كمان. طب محمود فيها ايه يعني لو نخرج كل يوم مع بعض؟ ايه كل يوم ليه؟ هتطلعي قانون جديد للازواج انه زوج بيخرج زوجته كل يوم؟ ما انا بخرجك كل خميس يا سامي. يا حسره، يا حسره على خروجه كل خميس، يا عند اهلك يا عند اهلي. ولو رحنا عند اهلي تمسك ابويا تلعبه شطرنج لغايه ما الراجل يفرفر منك، وعند اهلك بقى اخوك يجري يجيب الشطرنج. يا سامي يا حبيبتي، انت عارفه كويس قوي ان انا بحب الشطرنج، من وانا عندي 5 سنين بلعب شطرنج، ومش بلعب كهاوي، انا بقيت محترف. انا قلت لك 100 مره قبل كده ان انا خدت بطوله الجمهوريه مرتين، مش بطوله القاهره مثلا. خلاص يا محمود علمني الشطرنج. نعم علمني الشطرنج وانا لعبك كل يوم. يا ماما الشطرنج ده لعبه رجاله، لعبه للاذكياء فقط. ليه؟ وانا غبيه ولا يمكن غبيه ولا جايز غبيه؟ انا ما اقولش كده، انت اللي قلتي وقلتيها 3 مرات. انا قصدي يعني ان الشطرنج ده بلعب مع ناس محترفين، اضيع وقتي مع ناس هواه يعني؟ شكرا يا محمود، الف شكر. لا العفو يا حبيبتي، اي خدمه. ايوه يا سيدي. ها لا جاي على طول، خلاص ما تبتدوش الا لما اجي. ماشي يلا سلام. ايه ده يا محمود انت هتخرج؟ بصي بجد نص ساعه واجي على طول، اخلص على 4 واجيلك على طول. باي باي. الله يلعن الشطرنج وسنينه. مليون ده لعب عيال، اوعى بقى لما اوريك اللعب اللي على اصله.
بقول لك ايه يا شريف؟ شريف رد عليا انا بكلمك. عاوزه ايه بقى؟ مش كفايه ابني غالبني؟ الكمبيوتر فيه العاب شطرنج ولا لا؟ في برامج شطرنج ممكن تتحط على الكمبيوتر. ايوه يا حبيبتي. بيقول لك في برامج شطرنج ممكن تتحط على الكمبيوتر. انما انت بتسالي ليه؟ انت ناويه انت كمان تنضمي لعصابه الشطرنج ولا ايه؟ مش عشاني انا، عشان الراجل اللي متجوزاه. اسكتي يا ناديه، من ساعه ما حكيتيلي ازاي جوزك بقى قاعد في البيت من اول ما الكمبيوتر جه وانا عماله بفكر ازاي قعد محمود في البيت. هنقل له قعده الشطرنج هنا في البيت. لا 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 لا، اجيب اصحابه هنا هقلبها قهوه. انا اتجننت. بقول لك ايه، انت عندك ايه بكره الصبح؟ خلاص نتقابل الصبح ونشوف هنعمل ايه. اتفقنا؟ كش مات يا معلم. برافو. يا اخوانا انا عايز لعيب بقى من روسيا من اليابان، انا مش لاقي حد لاعبه يا اخوانا. يا غزال يا غزال اصحى. ايوه يا محمود. تعالى يا عم حط الزبون تحت المروحه وحاسبه. هنروح يا باشا؟ اه خلاص هتروح يا سيدي. ادفع. سعادة الجهاز ممتاز، أحدث حاجة وصلت مصر، قدرة عالية على التخزين، سرعة فائقة، ذاكرة مهولة، والسعر كمان معقول جدا، ده غير إن طريقة تشغيله سهلة جدا ما فيهاش أي تعقيد، يعني مجرد حصتين عندنا هنا في الشركة تفهمي كل الأساسيات. طيب هو في برامج شطرنج؟ عندنا برامج شطرنج كتيرة قوي من أول مستوى التعليم لحد مستوى المحترفين. يا سلام، إزاي يعني؟ يعني ممكن وانت في بيتك تفتحي البرنامج وتلعبي أبطال العالم في الشطرنج. أبطال العالم؟ اشهر الالعاب للابطال الكبار قوي متجمعه على برنامج، وسيديهات كمان، ومستويات للمبتدئ والمحترف. يعني تقدري تختاري البطل اللي انت عاوزاه والمباراه اللي انت عاوزه تلعبيها وانت وشطارتك وخبرتك بقى. يعني مفيش لا خروج ولا قاعده على القهوه ولا سهر بره البيت افندم. يعني ابطال حقيقيين؟ يعني اي بطل، روسي، امريكاني، ياباني، تايواني، عايش حتى او ميت. بقول لك ايه، انا عايزه الجهاز ده وعايزه اصعب برامج شطرنج. تحت امرك. وعايزه يعني كمان اتعلم على الجهاز، ازاي افتحه وازاي العب عليه. قوي قوي يا سلام. اول ما حضرتك تشتري الجهاز حدد الميعاد اللي يناسبك ومركز التدريب هنا تحت امرك. طب احجز لي الجهاز ده وانا نص ساعه اروح البنك واجي لك على طول. وماله، بس لو ممكن حضرتك تملي لي استمارات الحجز. انت جايه البنك تعملي ايه؟ هرجع شهاده الاستثمار واشتري الكمبيوتر. معقوله؟ اه، ما هو جوزي ده لازم يتلم ويبطل سهر ويقعد في البيت. طب وما يشتريش الكمبيوتر على حسابه هو ليه؟ يا سلام، هقول له روح اشتري الكمبيوتر عشان تبطل سهر وتقعد في البيت. شوفي، هو عيد ميلاده كمان اسبوع، هشتري الكمبيوتر واتعلم عليه، ولما هو يتشدل ويقعد في البيت صدقيني هعوض شهاده الاستثمار دي بشهادتين وكمان على حسابه. هقول لك ايه، ربنا يوفقك وفكرتك تنجح. ما دام فيها شطرنج يبقى هتنجح. كده يا ابني انت فتحت لي سكه. انا لو دخلت بالفيل بتاعي انا هو كانت الحصان بتاعك المالك بتاعك مات. فهمت؟ انا اتكل على الله بقى. لا ده كلام برضه، الناس كلها جايه دلوقتي. وبعدين بقى انت ليك عندي مفاجاه كبيره قوي. مفاجاه ايه؟ واحد محترف شطرنج روسي انما كده محدش من المصريين اللي اعرفهم عارف يسد معاه. هم ثلاث اربع نقلات وهوب كش ملك الملك الروسي. يا ابني مفيش حاجه اسمها كده يا ابني، الكلام ده كنا بنسمع عليه واحنا صغيرين بس. صدقني هم اربع نقلات وبعديها الملك يموت، وبعدين بقى هو سمع عنك ويتحداك ويصر يغلبك. يغلبني انا؟ ده علمك بقى، الراجل الروسي ده لو لعبته هخليه يبطل يلعب شطرنج. عموما هو جاي القهوه بعد ساعه. لعبه والميه تكدب الغطاس. لا 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 لا، النهارده ما ينفعش خالص. اشمعنى النهارده ما ينفعش خالص؟ النهارده يا سيدي عيد ميلادي والمدام مصره تحتفل بيه لوحدينا كده من غير ما تعزم اصحابك. هي قصده تعزمني من غير صحابي مخصوص. صراحه يعني حكايه سهري كل ليله دي مضايقاها جدا بصراحه. انا ما عنديش دم يا اخي. اوكي اوكي. ايه ما عنديش دم؟ لا يعني كل سنه وانت طيب. ونخلي بقى الجدع الروسي ده يجي بكره.
يجي بكره بعده بلغه بس ان انا قبلت التحدي. عزيزي وانا بقى هعزم كل اللي اعرفهم على الماتش ده. بس ما تنساش تعزم الراجل الروسي. لا ده اللي هيلاعبك. معلش اعزمه برضه اعزمه. ادخل ولا لسه؟ ادخل يا حبيبي. الله ايه ده؟ بوكيه ورد؟ كل سنه وانت طيب يا حوده. وانت طيبه يا حبيبتي، امال فين التورته والشمع والحركات اللي بنشوفها في اعياد الميلاد يعني؟ لا لا لا، التورته والشمع بره، انا عازمك على العشاء بره البيت، تستلم هديتك وبعدين نخرج. اتفضل يا حبيبي هديتك. ايه ده؟ كمبيوتر؟ احدث حاجه وصلت مصر، تعالى اوريك البرامج اللي عليه. الله 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 الله، كمبيوتر وبرامج، ايه الموضوع الغريب ده؟ اصل انا بحب جوزي وجوزي بيحب الشطرنج، قلت اجيب له اجدع واشد برامج شطرنج، كل اللعيبه العالميين يلعبهم ويغلبهم. الله الله، وريني بقى ازاي بتاع ده المسمار. تخش على البرنامج وبعدين تختار اللعبه. هتلعب بالابيض ولا بالاسود؟ الله، ده شطرنج بجد؟ العب بالاسود انا. والكمبيوتر بالابيض، عايزه اشوف بقى شطاره جوزي حبيبي هيعمل ايه. انا هروح اكمل لسه وارجع لك على طول. ماشي ماشي ماشي. بتتكلمي جد؟ عجبته المفاجأة؟ ايه ده؟ لحق يقعد قدام الكمبيوتر بالسرعة دي؟ طبعا يا ستي، ما انتي حطاله كل الشطرنج اللي في الدنيا. ماشي يا جميل، المهم تبقي مبسوطة وتتهني في بيتك انتي وجوزك. بس ادعي لي انتي يا نادية، يحب الكمبيوتر ويقعد في البيت زي جوزك وينسى شلة الشطرنج دي خالص. انا كمان عاملة له عيد ميلاد صغير كده بيني وبينه، يعني تورته وشمع، شويه رومانسيه بقى. طيب يا حبيبتي، وانتي كمان سهره سعيده. باي باي. يلا يا حود، ميعاد العزوم. استني بس يا سامية، ده انا لقيت مفاجاه تجنن. مفاجأة ايه؟ لقيت كاسباروف وكربوف. مين دول؟ كاسباروف ده بطل العالم في الشطرنج، كربوف بقى بطل العالم اللي كان قبليه على طول. تقدري تقولي الاتنين دول احسن اتنين لعبوا شطرنج في التاريخ. ياه، للدرجة دي يا محمود؟ متسجلين على البرنامج اللي انت جايباه بتاع الشطرنج. يعني ببساطة لو انا لعبت كاسباروف وغلبته ابقى انا بطل العالم في الشطرنج. مبروك مقدما يا حبيبي. المهم دلوقتي بقى نلحق نتعشى، ولما نرجع اغلب اللي انت عايز تغلبه. كاسباروف اهو. العشاء يا محمود. معلش يا حبيبتي، ما نتعشى هنا النهارده احسن احسن. ما ينفعش يا محمود، ده انا مكلمه المطعم ومصيهم كمان على تورتايه وشمع. معلش يا ستي، كلميهم تاني يبعتوا التورته ويبعتوا الشمع ويبعتوا الاكل، ونقعد في البلكونه ناكل براحتنا ونطفي الشمع ونطفي التورته ونعمل كل حاجه. خلاص يا حبيبي اللي تؤمر بيه، هكلم المطعم وخليهم يبعتوا الاكل. اهم حاجه ان انت تبقى معايا. ايه ده؟ ده انا ما كملتش ثلاث نقلات وبيقول لي اسلم. مالك يا محمود؟ ماليش يا ست، بكلم الكمبيوتر، قصدي بكلم كاسباروف، بيستهبل. يا محمود يا محمود، يلا بقى عشان نطفي الشمع. يا محمود حرام عليك، انا نمت منك. يا محمود ارحمني بقى. بهدلني ابن اللذينة، ما هنانيش على لعبة واحدة، كل ما العب حتة ياكلها. طب يا حبيبي كل الأول عشان تعرف تاكل. يلا بقى عشان نطفي الشمع. يلا. هابي بيرثداي تو. تصدقي بيلعب بطريقة عجيبة جدا ما قريتش عنها في ولا كتاب. هابي بيرثداي تو محمود، هابي بيرثداي تو يو. كل سنة وأنت طيب يا حمودة. وأنت طيبة يا حبيبتي. تصدقي كان الوزير من تاني نقلة. يا محمود سيبك من الوزير بقى، انت متصورش يا محمود انا مبسوطة قد ايه. عارف يا محمود احنا ما قعدناش القعدة دي من امتى؟ عارف من امتى يا محمود؟ من ايام شهر العسل. ياه، فين يا محمود جو الرومانسية ده؟ فين؟ فاكرة يا حبيبتي؟ فاكر يا محمود؟ ياه، طالع له بالفيل وبالحصان، يقوم هو طالع بالوزير ويهدد الملك بتاعه ويقول لي كش ملك. أكيد فيها خدعة، أكيد فيها خدعة ولازم أعرفها. أنا
انا مش فاهمه ايه اللي مضايقك ومعصبك بالشكل ده. هو مش محمود خلاص بطل خروجه وسهر مع شله الشطرنج؟ ايوه، وبقاله شهرين قاعد في البيت من بعد ما بيرجع من الشغل. ايوه، بس خروجه بره البيت كان ارحم، على الاقل لما بيرجع بيبقى جوزي وحبيبي، لكن دلوقتي هو معايا في البيت مش عشاني، عشان الكمبيوتر والشطرنج. بس بطل سجاير زي ما قلتي لي. ايوه، وبطل يتشرط في الاكل. ايوه بطل، بس بطل كمان يحس بيا، يحس بوجودي جنبه. ده حتى يوم الخميس اللي كان بيخرجني فيه ما بقاش يخرجني، عارفه ليه؟ عشان طول الليل سهران قدام الكمبيوتر عشان الجمعه اجازه. والله انت حيرتيني معاكي، الراجل وبقى قاعد في البيت على طول وبطل سجاير ووجع قلب وما بيتشرطش في الاكل، يعني راجل مريح. انا مش فاهمه انت مالك، اشمعنى انا مرتاحه مع شريف جوزي؟ ناديه، انت وشريف اتجوزتوا عن حب؟ شريف ابن عمي من واحنا صغيرين، واحنا عارفين اننا لبعض، عمي وبابا متفقين على كده. عشان كده مش قادره تحسي انه حبيبك يبقى معاكي لكن مش حاسس بيكي، مش قادره تحسي بطعم العذاب ان يبقى جواكي كلام كتير قوي عايزه تقوليهوله. هو معاكي بشحمه ولحمه اه، انما بتفكيره باحاسيسه لا. انا محرومه من جوزي يا ناديه، محرومه منه وانا عايشه معاه، محرومه من جوزي واحنا مع بعض تحت سقف بيت واحد. طب بس خلاص اهدي عشان خاطري، الناس تقول ايه؟ ايه حكايتك يا باشمهندس؟ بقالك اكتر من شهرين ما بنشوفكش بالليل، ايه؟ الشله مزعلاك في حاجه؟ شله مين؟ شله الشطرنج، ليالي التحدي والبطوله يا استاذ، خلاص نسيتنا ونسيت الشطرنج. بص انا ممكن انساك وده وضع طبيعي يعني، لكن انسى الشطرنج استحاله، ده في دمي يا ابني. يبقى لقيت حته تانيه ولاعيبه تانيين. بصراحه طب مش تقول لنا فين عشان نتفرج ونشجع؟ في البيت يا معلم. نعم، نقلت القعده للبيت؟ طب والمدام وافقت؟ ده المدام بقى هي اللي عرفتني على لعيبه من العالم كله، مش لعيبه محليين من مصر وبس. ايه الالغاز دي؟ انت بتهزر؟ ولا هزار ولا اي حاجه، كل ما في الموضوع عيد ميلادي اللي فات، المدام بقى جابت لي هديه عيد ميلادي جهاز كمبيوتر ومعاه برامج بتاعه شطرنج، الاكبر لعيبه في العالم. افتح جهاز الكمبيوتر واخش على اللعيب اللي انا عايز العبه واديها. انا خلاص خلاص هتجنن، هتجنن يا ناديه. جوزي معايا ومش معايا، انا جوزي ضاع مني، بقى في واحده عاقله تجيب لي نفسها ضره وفي بيتها. قصدك يعني جوزك والكمبيوتر والشطرنج؟ طب احمدي ربنا. احمد ربنا؟ مالك يا ناديه في ايه؟ انت ضرتك حته حديد كمبيوتر، ممكن تتخلصي منها تبيعيها او حتى ترميها، انما المصيبه اللي بجد هي اللي انا فيها، لما يبقى في واحده تانيه. واحده تانيه؟ ما تفهميني يا ناديه. شريف بيحب. بيحب؟ بيحب مين؟ واحده قابلها على الكمبيوتر. ايه التخريف اللي انت بتقوليه ده؟ شريف مشترك في الانترنت، قابل عن طريق الانترنت واحده انجليزيه مجنونه كمبيوتر زيه، اتصلوا ببعض وحبوا بعض كده من غير ما يشوفوا بعض، من غير ما يقابلوا بعض. ان كان عالشوف فشافوا بعض، البي بعت لها صورته عن طريق الانترنت وهي ردت عليه وبعتت له صورتها. تصوري من ساعتها بداوا الرغي مع بعض والكلام، هي تكتب له وهو يكتب لها. وانت عرفتي منين؟ امبارح بالصدفه، البي قعد قدام الكمبيوتر حوالي 5-6 ساعات من غير ما ياكل لقمه، عملت سندوتشات ودخلت الاوضه دخلهم له، ما حسش بيا، قلت اقف اتفرج اشوف بيعمل ايه، لقيته عمال بيكلمها. تصوري عازمها تيجي مصر وهيبعت لها تذاكر السفر وهي وافقت، ما عرفتش اعمل ايه، اتصحبت وخرجت من الاوضه من غير ما يحس بيا. يا قلبك، وما عرفتيهوش ان انت عرفتي؟ ابدا. انا مش عارفه الرجاله دول ايه، تعرفي لو محمود عمل كده انا اذبحه. انا مش عارفه ايه سهم الله اللي نزل عليا ساعتها، وبرده قلت ما اتصرفش من غير ما افكر. يا نهار اسود. ايه مالك؟ محمود اشترك في النت بقاله اسبوعين. بص يا سيدي، افترض انك انت لعيب شطرنج عالمي ما حصلتش، افترض طبعا احنا عارفين مستواك في اللعب وفاهمين يعني. انا بقالي فتره طويله جدا بلعب معاك على البرنامج بتاعك، البرنامج ده فيه كل طريقه انت لعبت بيها قبل كده، خلاص حفظت طريقه لعبك، غلبتك مره غلبتني مره اتعادلنا، النهارده بقى اخش على الانترنت والعبك وجها لوجه. فيس تو وش على طول. سبحان الله، وقدرت بقى توصل لحد من اللعيبه الكبار. امال ايه يا ابني؟ انا خلاص امبارح بس اتفقت ان انا العب مع لعيب امريكاني عالمي اسمه مستر تشيس، هلعبه النهارده ان شاء الله. هقول لك ايه؟ ربنا يستر وترفع اسم مصر وينصرك على الراجل الامريكاني ده.
ان شاء الله هغلبه. انا بقالي زياده عن شهر بلعب البرنامج بتاعه، حفظت طريقه لعبه كاني بلعبه هنا في مصر على القهوه. طب وهنعرف ازاي بقى انك غلبته؟ ها هتعزمنا نتفرج ولا هتجيب لنا شهاده من السفاره الامريكيه انك غلبته؟ ايه ده اهو روح الدعابه اللي عندك دي بقى اللي هتخلينا اكرهك صراحه. يعني لا بجد، يعني هنعرف ازاي انك غلبته؟ بسيطه يا ابني، اولا المباراه دي بتتسجل على الانترنت، تاني حاجه بقى انا ممكن اسجلها على سي دي او على ديسك وافرجكم عليها في اي وقت، مفيش مشاكل خالص. وبعدين الراجل اللي انا بغلبه ده راجل عنده روح رياضيه، بيعترف بمنتهى البساطه على الانترنت، يقول فلان الفلاني اللي من الموقع الفلاني غلبني في اليوم الفلاني، لا بيحمرق بقى ولا يستهبل زي العيال اللي انا بغلبهم على القهوه عادي. يعني انا شايف بقى انك تستاذن المدام عشان نتفرج على المباراه الكبيره دي. والله انا احاول استاذنها مع انها ما بتدقكمش يا ابني ولا بتطيق تسمع سيره اي حد من صحابي خالص. لا لا لا، هي مره واحده عشان نشوفك وانت بتغلبه. انا معاك انها مشكله يا مدام ناديه، بس احنا مش مسؤولين عنها ولا الانترنت كشبكه مسؤول عنها. ايوه بس ناديه في مشكله حقيقيه ولازم نلاقي لها حل. خلاص اتدخلي بينهم يا مدام ناديه. اتدخل بينهم ازاي يعني؟ انا مش فاهمه. بس انا فاهمه. بقول لك ايه، احنا عايزين نتعلم ازاي ندخل على الانترنت ونتصل باي حد في اي وقت. كورس عندنا هنا في الشركه ممكن يتكثف وتتعلموا المبادئ في ساعتين ثلاثه. طب احنا عايزين كورس كامل دلوقتي حالا. كورس ايه يا ساميه؟ بس كورس انترنت يا حبيبتي. شوفي بقى، ما اخذ بالانترنت لا يسترد الا بالانترنت. يا نادي. صباح الفل. ايه يا اختي ده؟ بقينا عاملين زي ستات العصابات، اقف اراقب جوزك لغايه ما ينزل واول ما ينزل اطلع على طول، ايه الحكايه؟ عاج، ما احنا خلاص بقينا في زمن الانترنت. المهم عملتي ايه؟ شوفي يا ستي، دي صورتك انت وجوزك يوم فرحكم، ودي صوره ليكوا انتوا الثلاثه، ودي صوره ليك انت وهو، كلهم عملتهم على الديسك ده وهبعتهم لحبيبتي القلب في انجلترا، وهي اول ما تعرف انه متجوز طلع نقبها على شونه خلاص هتخلع. هاي يلا بينا على الشغل. يلا. استنى عشاء بالله. بقولك ايه، انت عارفة اسمها؟ مارجريت. طب كويس كده هنعرف نوصل للايميل بتاعها. ايه؟ ايه الايميل ده كمان؟ انت لحقتي نسيتي عنوانها على الانترنت. افتكرت. بقى الصورة وصلت لها، نبعت لها الكلام بقى. وماله نبعت لها الكلام، احنا بنخاف ولا بنخاف؟ ها بعتي قلت لها ايه؟ قلت لها ان حبيب القلب متجوز ومخلف وهو بيحب مراته ومراته بتحبه، بس نقول ايه بقى، رجاله عينيها زيغه. وقلت لها كمان يا ريت تخلعي من الموضوع ده كله وما تبقي زي خربت البيوت العمرانه. معقولة؟ بعتي قلت لها الكلام ده كله؟ طبعا قلت لها كده بالانجليزي وانا بهزر. بصي بصي دي بترد علينا القادرة. انا اسفه جدا، ما كنتش عارفه ان شريف متجوز. شكرا لانك نبهتيني للحقيقه، وانا لا يرضيني نيفر اني اسبب اي مشاكل لعيله سعيده. جود لك. استني استني، دي بتقول حاجه مهمه، بس لازم انت ايضا تفكري وتسالي نفسك ليه جوزك بيفكر في واحده تانية. من المؤكد ان حياتكو فيها غلطات، عندما تحاولي ان تصلحيها ستعود السعاده الى حياتكو. باي باي مارجريت. دي طلعت ست كويسه والله. مش كويسه وبس، دي عقله كمان. فعلا يا نادي انت لازم تفكري ليه شريف عمل كده. انت لازم تعيدي حساباتك مع شريف. طب احنا قدرنا نلم الحكايه، مين يعرف ايه اللي ممكن يحصل بعد كده؟ من الناحيه دي انا اتعلمت الدرس كويس، بس بقول لك ايه، ابعتي قولي لها لو اتصل بيها تاني ما تردش عليه، واوعى تقولوا اننا كلمناها ولا بعتنا لها صور. ما خلاص بقى يا ناديه، ما احنا خلصنا من الموضوع ده. معلش والنبي عشان خاطري. حاضر.
ها فاضل قد ايه يا بطل؟ فاضل دقيقتين. راجل الامريكاني لما كلمته امبارح حدد لي الميعاد دلوقتي. دلوقتي بقى هتتفرجوا على ماتش على حق ربنا. بس اوعى بقى يغلبك سمعه الشطرنج المصري بين ايديك. والله انا خايف محمود يغلب الراجل الامريكاني ثم امريكا تعلن الحرب على المنطقه كلها. يقول لك محمود بيملك اسلحه دمار شطرنجيه. بيني وبينك امريكان ويعملوها. استنى الاتصال بدا دلوقتي بقى، هيبعت كلمتين وبعد كده تنزل الرقعه بتاعت الشطرنج. الله 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 الله، دي مش كلمه ولا كلمتين، دي نشره اخبار. ده بعت لك كلام كتير قوي. صحيح، ده بعت رساله. معقول الكلام ده؟ في يا جدع ما تترجم. بيقول مش هيقدر يلعب ماتش النهارده عشان بيمر بظروف صعبه جدا. لا ده خايف منك ابو حنيف وعايز يزوغ. يا خبر اسود. في ايه؟ الله الله الله، الراجل مراته سابت له البيت وطفشت، بتقول انها زهقت من قعدته مع الكمبيوتر والشطرنج ليل ونهار، هربت من البيت مع عز اصحابه. يا ساتر يا رب، دي مش هترجع البيت تاني، ده اثار الجنان الحريمي ده في كل حته. حست انها بقت شيء مهمل في البيت وملهاش اي وجود، وان جوزها مهتم بس بالكمبيوتر وبالشطرنج، وعشان كده قرر يعتزل الكمبيوتر والشطرنج. وبيقول لك يا محمود تكير، يعني خلي بالك ممكن اللي حصل معاه ده يحصل معاك انت كمان. مراته طفشت عشان الشطرنج والكمبيوتر. يا اخوانا الموضوع مش موضوع شطرنج ولا كمبيوتر، القصه كلها ان مراته حست ان هي مهمله في البيت، ان ملهاش قيمه في حياته. يا عم ده راجل امريكاني، يعني متجوز واحده امريكانيه، يعني ممكن تهرب مع صاحبها. انما الست المصريه عاقله وبنت حلال وجدعه وحملت اسيه. ايوه بس الاخطر من كده بقى انها تعيش مكتئبه، تحس ان جوزها متجوز عليها دره، ايا كانت الدره دي بقى، اذا كانت لعبه ولا هوايه ولا سهر بالليل. ماشي، شاكرين قوي يا خواجه امريكاني، الف شكر يا عم على النصيحه. شكرا. بقول لك ايه، احنا كنا جايين نتفرج على الماتش بتاعك مع بطل امريكا، وهو بطل امريكا طفش عشان المدام، هات لنا بطل روسيا. لا روسيا بقى ولا فرنسا، انتوا يا جماعه تتكلوا على الله تروحوا على بيوتكم عشان تروحوا لمراتاتكم يوم بدري من باب التغيير. الله الله، ايه يا محمود انت بتطردنا ولا ايه؟ بترككوا، دي كلمه تقولها؟ بترككوا. ماشي اطلعوا بره. مالك يا حبيبي؟ عصبي كده ليه؟ في حاجة مضايقاك؟ ها؟ لا أبدا، الكمبيوتر بس مزرجل معايا شوية ومش عارف أدخل على الإنترنت. طب إيه رأيك نقعد مع بعض شوية في البلكونة؟ أنت قاعد قدام الكمبيوتر طول النهار، سيبه يرتاح شوية. إيه رأيك؟ أنا عاملة لك عشوة تجنن من بتوع زمان، محشي وبوفتيك ومكرونة بالبشاميل، وبعد العشاء نخرج نسهر في أي مكان يعجبك. فرصة، الولد بيت عند ماما النهاردة وأنا ما وريش أي حاجة في الدنيا غيرك. غريبة، ليه ده كله بقى؟ وإيه المناسبة؟ المناسبة إن جوزي حبيبي وحشني، كان غايب عني بقاله كتير ورجع لي تاني. في مناسبة أحسن من كده؟ سامية؟ سامية؟ معقولة يا سامية؟ حد ينام من دلوقتي؟ سامية؟ نعم يا محمود، عايز نعمل لك شاي ولا قهوة لأصحابك؟ أنا تعبانة. شاي إيه وقهوة إيه وأصحابي إيه؟ خلاص صحابي مشيتهم يا ماما. ليه؟ مش هتلاعب الراجل الأمريكاني؟ لا ما طلع ضعيف أوي الراجل الأمريكاني ده، أنا صراحة مش لاقي حد من مستواي يلعبني. خلاص زهقت من الشطرنج، كفاية بقى شطرنج. غريبة، دي الساعة 8:30. وعشان كده بقى عندنا فرصة نروح نتفرج على المسرحية دي، إيه رأيك؟ محمود، هنخرج أنا وأنت؟ لعلمك أنا بحب المسرح جدا، في 3 مسرحيات موجودين في السوق عايزين نبقى نتفرج عليهم كلهم. محمود أنت بتتكلم بجد؟ هنخرج نتفرج على مسرح؟ طبعا بتكلم بجد، وفي كمان مسرحيتين موجودين في اسكندريه، انا بفكر اخد اجازه اسبوع ونطلع على اسكندريه، الصبح نبلبط في الميه. وبالليل نتفرج على المسرحيتين. طب دول يومين، بقيت الاسبوع هنعمل ايه؟ سمعت ان في عيال في اسكندريه بيلعبوا شطرنج هايل.